السلام عليكم، اسف على الانقطاع، بس بصراحه ما اقدر انظم وقتي بالطريقه الصحيحه. ان شاء الله بالوقت الجاي راح اقدر انظم وقتي بالطريقه الصحيحه واقدر انشر فيديوهاتي كل فتره. اليوم راح نتكلم حول مشكله يعاني منها الجميع، وهي الحوار الاخرس. انا سميت الحوار الاخرس لان الطرفين ما يقدرون يسمعون وجهه نظر اخر، ودائما تحدث المشادة بين الأب والابن أو الأخ الأصغر والأخ الأكبر. يتحاورون حول نقاش اقتصادي اجتماعي سياسي، مشكلة أسرية إلى آخره، والطرفين ما يقدرون يسمعون المشكلة. هذا يعرض مشكلته بس الطرف الآخر ما يسمعه، وأنا شخصيا أعاني من هاي المشكلة، واكيد انت المتلقي هم تعاني منها، وكل العارفين يعانون من هاي المشكله. بس شنو اسباب هاي المشكله؟ يرجع هذا الموضوع لسببين رئيسيين. الاول هو انه الاخ الاصغر يريد ينطي رايه حتى لو كان غلط، وطبعا بسبب انه يشعر انه كبر خلاص ما عاد صغير. اما المشكله الثانيه فالطرف الاخر ما يسمعه لان يشعر انه هو الصح وغيره غلط، بسبب انه تقدمه بالعمر والخبرة. نعم هي خبرة موجودة، بس المشكلة انك لازم تسمع الطرف الاخر، فبهاي الحالة تصير تضارب، الطرفين ما يسمع الاخر وما يسمع مشكلتهم، ويكون ردة فعل عصبية وعنجهية وصياح و الى اخره من المشاكل. والحل هاي المشكلة سهل جدا، تقدرون تجربوه كل مرة تصير لكم مشاكل ومشادات كلامية. الانسحاب من قبل الطرف الأصغر، انسحاب بهدوء وعرض فكرتك، مو ضروري تعرضها على أخوك أو أبوك أو تعرضها على ما شاء الله السوشيال ميديا ما حاربت من شيء، تقدروا تعرضوها هناك. أما إذا كانت المشكلة سرية فهي بحث آخر. بهاي الحالة راح تقدر توصل فكرتك لأكبر عدد ممكن بأقل وقت، والكل راح تسمعك. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو، أعرف الفيديو بسيط وسريع بس هذا الوقت ما دا يسمح لي، والسلام عليكم.